السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن قضيه راي عام وليس مجرد مسلسل. قضيه راي عام بتتمثل في مسلسل الطاووس. طبعا مسلسل الطاووس بعيدا عن ان هو قصه حقيقيه اصلا ففي حمله ممنهجه ضده وضد عايزين يوقفوا عرض المسلسل ده، وبصراحه انا مش عارف ليه. المسلسل بيناقش قضيه حقيقيه وبدون اي مشاهد خارجه، يعني حرفيا ما فيهوش مشهد واحد خادش للحياء، حتى مشهد الاغتصاب ما جابوهوش خالص. هو مجرد مسلسل بيعرض قضية. في مسلسلات كتيرة جدا في رمضان فيها سكر وعري ويعني وزنا ومخدرات وحاجات بالهبل وما فيش حد يتكلم عنها، ولكن للأسف في المسلسل ده يعني معروض كده الخطر الوقف، وأكيد بسبب القضية اللي هو بيناقشها. فهو يعني اللجان اللي معمولة عليه وعمولة على وقف المسلسل ده هي نفس اللجان اللي موجودة بالظبط في المسلسل واللي في الحلقة الستة والسبعة اللي بيعملوا على هم يوقفوا نشر الفيديو، والناس طبعا التقال اللي هو أكيد إن هم سبب الحادثة دي، الناس اللي عملوا الحادثة دي حقيقية هم اللي عايزين يوقفوا عرض المسلسل ده عشان خاطر يداروا على جريمتهم. اللي بيحصل في المسلسل بالظبط بيحصل في الحقيقة دلوقتي مع المسلسل عشان يقف. المسلسل بصراحة تحفة، ويعني زي ما قلت قضية مهمة جدا بيناقشها هو استغلال اصحاب النفوذ نفوذهم، ويعني نعم الاختيار في الاداء التمثيلي بصراحه جمال سليمان مع سهر الصايغ. يعني جمال سليمان استاذ تمثيل زي ما قلت، نعم الاختيار ودوره بصراحه رائع جدا، هم اساتذه التمثيل كده قدام بعض. سهر الصايغ بصراحه يا جماعه في حته تانية خالص، يعني في ادائها التمثيلي. في ممثلين كتير جدا رمضان وكويسين وممثلين في مصر ادائهم عالي جدا، لكن انا حابب اتكلم عن سهر الصايغ لوحدها لان بصراحه هي اداء قوي جدا، حرفيا ما تحسش انها بتمثل. انا شفت لها ادوار كتيره جدا، كفر دلهاب والنهايه ومع مسلسل الطاووس، لا بصراحه بتتقمص الشخصيه وبتتقمص الدور بشكل مرعب. انا ما شفتش ممثله مصريه بتتقمص الدور بالشكل ده، وخصوصا انها بتعمل ادوار صعبه. ممثلين كتير تقال بس ما بتحطوش قدام المواجهات دي، ما بتحطوش قدام الادوار الصعبه دي خالص وما بيأدوهاش بالصدق ده، فهي من اصدق الممثلين في تمثيلهم، حرفيا تمثيلها رائع. يا جماعه انا حابب عايز اتكلم عنها كتير وحابب اقول كلام كتير عنها لان بتقنعني بكل دور بتعمله. زي ما قلت بتتحط في ادوار صعبه مش اي حد ينفذها، ولو اي حد من الممثلين الكبار عملوها مش هيقدوها بالصدق بتاعها ده. هي عندها تقمص شخصيه مرعب كده، يعني ليها بتادي لك بتحس فعلا انها شخصيه غير، فانت تحس ان شخصيتها في الطاووس غير شخصيتها مثلا في مسلسل النهايه، غير شخصيتها في مسلسل يعني كفر دلهاب والثلاثه مثلا. يعني بتكلم على طبعا امثله معينه، طبعا ما بحصرش ادوارها لانهم هفضل اتكلم كتير والحلقه هتطول، ولكن بتحس ان في انها مش نفس الممثله في الادوار دي، تحس ان هي ممثله تانية من صدقها. واحد هيقول لي هي مشهوره بالحزين والصوت والحاجات دي، لا بالعكس خالص. يعني في حلقه الطاووس مثلا في مشاهد الفرحه مع ضحكتها مع ابتسامتها، الفتاه المقهوره اللي يعني بتشتغل علشان خاطر تساعد ابوها المريض وتساعد اختها الارمله اللي جوزها ما بيبعتلهاش نفقه، لا بصراحه طبعا مطلقه ما كانتش ارمله ولا حاجه، فيعني بصراحة دورها رائع جدا وأدائها التمثيلي روعة وتستحق الإشادة، تستحق والله بطولات مطلقة، وهي أحسن من ممثلين كتير جدا واخدين أدوار مطلقة وبياخدوا على السوشيال ميديا ويعني إيه بسبب الواسطة وأيا كان، مش هنخوض في الموضوع ده. ولكن سهر الصايغ شابوه سهر الصايغ بصراحة، أدائك التمثيلي تحفة وأنت في حتة تانية خالص غير باقي الممثلات. ولو استمريتي على الإبداع ده هيبقى ليكي مستقبل يعني جبار إن شاء الله، ومستقبل باهر في مجال التمثيل، لأن النماذج دي هي اللي تستحق الاشاده. وان شاء الله يعني انا ناوي اعمل حلقه عنها وعن ادائها بكل اعمالها اللي فاتت كله، لانها بالفعل تستحق ده. من اول مشهد في المسلسل وبتحس ان هم بيقدموا شخصيه المحامي اللي هو جمال الاسطول، ان هو ايه شخصيه عادله وان هو بيجي مع الفقراء وان هو بينصر المظلوم وي وي وي، ولكن مع مرور الحلقات بيتبين ان هو بيبقى برضه لمصلحته الشخصيه. هو بينصر المظلوم وبيجيب لهم حقهم، ولكن بيستفاد بشكل كبير جدا. وبنشوف بقى ان هو محامي وحيد ملوش اهل والجو ده كله، يعني الحلقات الاولى كلها كانت تمهيد للشخصيات، فتمهيد لشخصيه المحامي وبنشوف ايه اللي فيه، ويعني المباريات اللي ما بينه وما بين المحامي الثاني الظالم اللي شفنا قد ايه قدر يحول القضيه وقدر ان هو يطلع بالاعلام طبعا عشان هي ابنها متورط برضه في حادثه الاغتصاب، وهو ابنه متورط في حادثه الاغتصاب، قدروا يزوروا الحقائق وقدروا يستخدموا الميديا والاعلام لصالحهم.
لصالحهم بشكل كبير جدا عشان خاطر يلفقوا الدنيا ويخلوا الامور تهدى خلاص، عشان هي ملهاش ظهر ومش هتعرف تاخد حقها. وقدروا برضه من خلال اللجان الالكترونيه ان هم ينشروا الفيديو ده ويعملوا، وبالظبط زي ما حصل في الحلقه السابعه كده ما بيعملوا اللجان الالكترونيه عشان تنشر صوت البنت المزوره وهي بتتصل عشان خاطر يعني القضيه تتفبرك والقضيه تبان انها يعني برضاها وما كانتش اغتصاب ولا حاجه. ده نفسه اللي حصل بالظبط مع المسلسل، يعني المسلسل ضغط على ناس كتيره ويعني ايه جرب وتر حساس عند ناس كتيره جدا، ومش بعيد يكونوا بالفعل الناس بتوع القصه الحقيقيه، عشان كده عملوا حمله ممنهجه. انا شايف ان هي دي هم السبب في الحمله دي عشان يوقفوها، لان المسلسل مفيش فيه اي مشهد خارج، مفيش فيه اي كلمه خارجه حتى خالص. غير بقى يعني لو جبت امثله يعني كتيره جدا في بقى مسلسلات رمضان ما ينفعش اصلا انها تطلع على الشاشه، ما ينفعش اصلا انها تطلع في رمضان عموما، ويعني فسق وفجور جامد جدا في جميع المسلسلات، والناس ساكته وعادي قشطه جت على الحته دي. يعني هو بالظبط حمله ممنهجه عشان خاطر يوقفوه، نفس هي الحمله اللي بتتعمل جوه المسلسل اصلا عشان ينيموا الموضوع في المسلسل. فسبحان الله بيلقوا الضوء على حاجه حصلت معاهم في الحقيقه وكانه اثبات، يعني كانه ربنا جابه اثبات كده بيلقوا الضوء على الناس دي، بتستغل نفوذهم وبتستغل ان هم ناس كبيره وبيدوسوا على الناس الثانيه وبيدوسوا على الناس الفقيره. فالمسلسل خد وقته جدا في التحضير للشخصيات، حتى شخصيتها هي خد مثلا حلقه وخد اكتر من حلقه برضه يمهد في شخصيتها، وبعدين بقى بدا يجيب لنا قوه الناس دي وقوه نفوذهم ايه وازاي بيتعاملوا مع المواقف دي، ازاي ان هم بيفضلوا نفسهم عن اي حد وشخصيات زباله بقى. فيعني بصراحه زي ما قلت اداء رائع جدا من المسلسل والقصه، طبعا هو اخراج وتصوير يعني دي بتبقى حاجه غريبه شويه ان هو المخرج هو اللي بيصور المسلسل، فدي بتبقى حاجه مختلفه عشان بتبقى مميزه برضه ان هو بتطلع الرؤيه بتاعته مظبوطه، فدي حاجه برضه يشاد بيها. زي ما قلت الاداء التمثيلي رائع، فهو ماتش تمثيلي كده ما بين جمال سليمان وما بين سهر الصايغ الاثنين مع بعض، حتى مشاهدهم مع بعض تحفه. انا مستني كتير وكتير في المسلسل ده رغم ان انا مش عارف هو يعني الحلقه السابعه وتقريبا خلاص بدانا نحط على اول الطريق والقضيه هتشتغل وي وي وي. هل بقى هيقدر يملالي 23 حلقه كمان بالاحداث، ولا هيبقى في احداث ممله وهيبقى في حلقات حشو مجرد حلقات كده وخلاص ويعملوها؟ يعني اتمنى ده ما يحصلش، واتمنى ان المسلسل يبقى فيه احداث مليء بالاحداث، لان بصراحه التسلسل الدرامي في اول 7 حلقات كان كويس جدا، ويعني ايه الدراما فيه حلوه مع المشاهد الحزينه مع الاداء التمثيلي مع سرد القصه مع كل حاجه كويسه فيه. فاتمنى ان هو يستمر على هذا المنوال، هو بصراحه من احسن المسلسلات في رمضان السنه دي، ومسلسل يعني في فايده، يعني ما انت تتفرج عليه ما تندمش انك اتفرجت عليه، بتتعاطف مع القضيه جدا وبيناقش قضيه بتحصل، يعني سيبك حتى من قضيه الاغتصاب كمان ان هو يعني بعيدا عن قضيه الاغتصاب فهو بيناقش قضيه الناس دي ونفوذها وازاي بيتعاملوا، ودي قضيه مهمه جدا جدا برضو المفروض الناس كلها تعرفها والناس كلها ما تسكتش على حقها حتى لو كان قدامها مين وحتى لو كان قدامها مين نفوذه، فدايما لازم تقف مع الحق وتقف مع قضيتك وما تنزلش عنها. فهو يعني واخد قضيه الاغتصاب دي عشان يعمل قضيه كبيره ويناقش قضيه كبيره ويحلها، فالاغتصاب مجرد قضيه صغيره من ضمن قضيه كبيره جدا هو المسلسل بيناقشها. كل اللي اقدر اقوله على المسلسل في اول 7 حلقات منه، في انتظار الحلقات اللي جايه عشان نناقشها. عايز رايكم ايه في المسلسل في الكومنتات، وعايز رايكم اما على قرار يعني الحمل الممنهجه ضد وقفه ده، ليه عايزين يوقفوه؟ هل انت مع وقف المسلسل ولا ضد وقف المسلسل؟ اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.